نروح دلوقتي لزميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد دلوقتي في تدريب النادي الأهلي عشان نعرف منه تفاصيل وكواليس التدريب النهاردة. مساء الخير عليك شيماء على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. مساء الخير عليك يا شريف. الأهلي تدرب في الرابعة عصرا، قبل بداية التمرين كان في اجتماع مع اللاعبين لمدة حوالي 10 دقائق اتكلم فيه الكابتن محمد يوسف المدير الفني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ، يمكن يتكلموا عن غلق الصفحة الماضية والتركيز فقط في مباراة الأربع مباراة الجونة، عاوزين الأداء يبقى أحسن من مباراة بتروجيت، بيعولوا على الفريق الفترة القادمة لتحسين شكل الفريق يظهر بشكل مشرف يليق باسم النادي الأهلي، وكمان طالبين اللاعبين بالثلاث نقاط والالتزام فقط في الملعب. يمكن بعد هذه المحاضرة السريعة التي استمرت حوالي 10 دقائق كان كل اللاعبين أجروا الجري الخفيف حول الملعب. طبعا اللعيبة اللي شاركت في مباراة أمس عملوا تمرينات استشفائية ثم ما كملوش بقية التمرين. باقي اللاعبون اللي ما شاركوش مباراة الأمس كان عندهم تدريب بدني شاق تحت قيادة طبعا حسين عبد الداي، يمكن شارك معهم في هذا التدريب أجاييه إلى أن وصل مرحلة الكرة انسحب أجاييه وكمل تأهيله لوحده منفردا مع حسين عبد الداي تمرينات بالكرة. أيضا باقي اللاعبون اللي ما شاركوش كان في تقسيمة في آخر التمرين، يمكن الضغط على الخصم والتسلم والاستلام من لمسه واحده كان في تقسيمه في مساحه ضيقه. يمكن كابتن طارق سليمان مدرب الحراس بدا بتدريب علي لطفي ومصطفى شوبير اللي تالقوا النهارده في تمرينات. صالح جمعه مستمر في التاهيل، علي معلول، اجايي، يمكن كابتن محمد يوسف اثناء التدريبات كان حريص ينفرد بمؤمن زكريا يمكن في جلسه يمكن مش اقل من 5 دقائق، وبعديها السليه على الجانب الاخر بينفرد بنصر ماهر. الواضح من رؤيه المشاهدين التمرين ان الجهاز الفني حريص انه ينفرد بكل لاعب على حده، يتكلم معاه يحمسه عشان الفتره المقبله، لان لاعبي النادي الاهلي محتاجين هذه الصغيره لتحمسهم لتحفيزهم على الفتره القادمه. يمكن حضر التمرين من مجلس الاستاذ محمد سراج، وحضر ايضا نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الكره المصري الكابتن احمد شوبي. دي كانت ابرز كواليس الاخر. النهارده كان واخد اذن ما يحضرش فعلا. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.